السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير وبصحة زي الفل. النهاردة بنكمل فيديوهات عن المعدات الثقيلة. هنخش دلوقتي بقى في دبلوم، ممكن يعني مش يوم او يومين، لا ده لو انت هتعمل دراسة هنا اللي بيسموه الاوس بيلدونج، اللي جالي عليه اسئلة كتيرة، لان في فيديو منتشر عن الهجرة في سويسرا والناس طلبت مني كتير ان انا ارد على الكلام ده، فان شاء الله في فيديو تاني هرد عليكم. لكن دلوقتي انا بتكلم عن الناس اللي هي عايشه هنا سليم، اجنبي يعني، ومتجوز ولسه بيتعلم الماني ومن الكلام دوت. هو دي الفيديوهات اللي هي للناس اللي عايشه في اوروبا حاليا، مش في سويسرا بس، لا في اوروبا كلها. الكلمه اوز بيلدوج اللي هو التعليم او الدبلوم اللي انت هتعمله، هنقول مثلا في البناء. طبعا اللي بيشتغل في البناء دوت مش هيبطل شغل لحد ما يطلع على المعاش. لكن مثلا لو هنتكلم مثلا ازاي انا عندي اللغه ضعيفه ومش عارف اعمل اوز بيلدونج، او مش عارف يعني اخش مدرسه، او مش عارف افهم الكلام ده لان انا مش مولود هنا، ففي حل تاني ان انت برضو بدل ما تعمل اوز بيلدونج كله 3 سنين، وده هيبقى صعب عليك وهيبقى مكلف جدا، لان المرتبات بتاعت الطلاب اللي هم مولودين هنا سويسريين، ها مش اجنبي جاي مش عارف يتكلم الماني، لا بتكلم على سويسريين مولودين هنا، او اجانب مولودين هنا، او اجانب جم من بلاد كان فيها حرب وصغيرين ودخلوا المدرسه الابتدائي والاعدادي وبداوا يتعلموا الالماني وبداوا يكتبوا ويقروا ويتكلموا اكسنت فراي وبقوا كويسين، دي مرتباتهم بتبقى في على حسب الدبلوم، اذا كان 3 سنين او 4 سنين او سنتين، بيش المبالغ اللي انت سمعتوها في الفيديو الاخ اللي عرضه دوت، ربنا يهدي الجميع. المرتبات هنا لما تكون انت عندك 14 سنه و15 سنه وبتخش المدرسه وقبلت مثلا ان انت تشتغل مثلا كهربائي مثلا، هيبقى اول عام مرتبك مثلا في الشهر من 800 ل 850 فرنك. انا هاجي اعمل لكم فيديو تاني مفصل لكل المهن وكام في الشهر. الشهر السنة الثانية بيبقى مثلا 1000 فرنك، السنة الثالثة 1200 أو 1300 أو 1400 حسب مجال الشركة بتاعتك أو المجال ده. المهم اللي عشان تبقى إيه ملمين يعني إيه كلمة أوز بيلدونج اللي هو الدبلوم، يعني إذا كنت كوافير أو هتعمل دبلوم في تقطيع الجبن، في دبلومات يعني أعلى من برج خليفة. ماشي، دلوقتي نتكلم على الدبلوم بتاع النهاردة، ده بيتعمل في 8 أيام. إيه هو الدبلوم ده؟ الدبلوم ده اللي انت بتسوق بيه الحافره الكبيره او البندوزر بنسميه في مصر. ماشي، ده 8 ايام بتعمل فيه كورس، بتتعلم فيه كل حاجه لو سنك طبعا معدي 18. لو معدي 18 من حقك ان انت تتعلم سوقه البندوزر او الكاتر بيلر بيسموه بعين اللي هو الكبير ده، ده لحد 5 طن، لان في برضه في 5 وفي 7 وفي ده، في حاجات كتير جدا يعني. لكن ده انا شايفه ان هو دبلوم هيفتح لك مجال عمل او هيفتح لك انت. انا لحد دلوقتي ما شفتش واحده ست شغاله في الباوشتيلا في سويسرا الا في داخل الباوشتيلا في الكهرباء وكده، لكن قياده وكده لحد دلوقتي انا ما شفتش. الدبلوم ده في 8 ايام بيكلف كام؟ بيكلف 3500 فرنك. كتير ها؟ لا، زي رخصة السيارة. انت هتسوق دوت لو انت جوه الشغل بتاعك، لكن ما تطلعش بيه بره، لو طلعت بيه بره لازم يكون معاك رخصة قيادة السيارات. هنا في سؤال، في المدرسة بيسألوك معاك رخصة قيادة السيارات ولا لا؟ لو معاك رخصة قيادة السيارات بيبقى في حاجة تانية عشان تتعلم ازاي تمشي بيه في الشارع، لان ده بالسريع ده بيمشي 40 كيلومتر في الساعة مثلا، عشان ما تعطلش مرور وما تعملش حوادث بيه. لو انت هتشتغل جوه الموقع بس برضو بيبقى ليه طرق معينه. انا عارف ان في شباب عندها اطفال عندها 10 سنين بتسوق الاجهزه دي، هو بالصعب، لكن هنا او في كل اوروبا السلامه والامان هي رقم واحد، وهو ده اللي هتتعلمه. وازاي تخلي بالك ان انت تعملش اصابات ليك اول حاجه وللاصحابك اللي شغالين معاك، زائد ان انت تكون بتفهم البلان اللي جايه لك من المهندس او الباو لايتر اللي شغال معاكم، بيقول لك احنا هنحفر فين وهنعمل ايه. لازم تكون برضو بتتكلم الماني، هم مش محتاجين واحد اخرس،
يعني انت عايش هنا مش هتبقى اخرس او ابكم. اللي مش هيتعلم لغة مش هيلاقي شغل. انا بتكلم معاكم بكل صراحة وبكل وضوح لان انا جربت الكلام ده. سليم لازم تشتغل على نفسك، وانت كمان تشتغلي ان انت تتعلمي لغة. انت مولودة بقى هنا او جاية مثلا من 7-8 سنين هنا وانت صغيرة ودخلت المدرسة، اللغة بقت كويسة معاكي، اشتغلي، اعملي اوز بيلدون كويس، اعملي دبلوم كويس. السن بتاع 14 سنة او 15 سنة اللي هو بيبدأوا فيه الاوز بيلدون عشان يدور على شغل ومن الكلام ده، دي اصعب سنين بتيجي على اولياء الامور اللي انا جربتها، لان الطفل او الطفلة في الوقت ده ما بيعرفش ياخد القرار الصح، واذا خد القرار النهاردة ممكن بعد اسبوع. حصلت معايا، عملنا اتصالات بمستشفى، بنتي راحت بعد اسبوع جات لي قالت لي لا انا مش هشتغل في مستشفى، دول بيعاملوني وحش ومش بيعاملوني وحش، مع ان يعني واحده هناك صاحبتي سليم قالت لها تعالي يا بنتي ومش عارف ايه ومن الكلام ده. البنت بعد اسبوع رفضت. اعمل لها ايه يعني؟ اقول لها لا لازم تروحي غصبا عنك؟ انا مش عاوز اعمل مع اولادي اللي اتعمل فينا زمان. انا سايب الاولاد او البنات يختاروا اي حاجه هم شايفينها ان هم كويس، عشان في الاخر هي دي حياتهم. انا اديك الطريق الصحيح لكن القرار بيكون ليك، وده ليكم انتم، يعني اعتبروني كاب ليكم انتم في عمر اولادي اذا كانوا صغيرين اللي بيسمعوني، يعني عشرينات وكده. يعني اللي عاوز يروح اوروبا لازم يتعلم لغه. انا قلت لكم قبل كده كل يوم 5 كلمات مثلا، كورس زي ده. انت جيت سويسرا هتشتغل اي حاجه لحد ما تحوش المبلغ ده. على فكره ممكن كمان تقسطه سليم، الشركه دي ممكن تقسط. الشركه دي لو انت عملت فيها او المدرسه دي، ده عندهم مكان كبير جدا للتدريب، حوالي 2000 متر للناس اللي هي عمرها ما ساقت او عملت قياده معدات البناء. معدات البناء دي يا جماعه الخير مهوله، في من الكلر الصغير لحاجات مهوله يعني كبيره جدا. المدرسه دي بتعمل كورسات لكل حاجه. هو بيقول لك الكورس ده اول حاجه، وفي بعد كده 6 كورسات تانيين مش الزاميه، بس انت او انت لو عملتيهم هتبقى باولايتر، هتبقى رئيس الموقع. تخيل انت بقى، انت هتبقى رئيس موقع وانت صغير في السن، لكن الشهادات هي المهمة. فتخيل ان في 8 ايام هيكون معاك كورس ورخصة، مش هتبطلي شغل، وانت مش هتبطل شغل مدى الحياة، مش هتبطل لحد ما تطلع على المعاش. الفيديوهات والكورسات دي لازم تكون الناس اللي بتسمعها وعايشة في اوروبا تروح تدور عليها. انا شفتها في المانيا، بتعمل في المانيا وبتعمل في النمسا وبتعمل في كل اوروبا. لو انت ما عندكش اي مهنة وعندك قيادة سيارة، عندك رخصة قيادة سيارة، انت معاك كنز وانت مش عارف. صدقوني والله قيادة السيارات، لو اي حد من الدول العربية شايفني وسمعني وجاي اوروبا، جاي عن طريق زيارة، جاي عن طريق شركة مثلا او كلام ده، لازم يكون معاك رخصة القيادة من بلدك، هتنفعك كتير جدا. هنا عندنا هنا مسموح ان انت تمشي بالسياره لمده عام وبعد كده تعمل الامتحان. انا ما اعرفش في المانيا قد ايه، يا ريت لو حد في المانيا يقول لنا، او في هولندا او في النمسا. فالكورس ده هسيب لكم اللينك تحت. اللي عايش في زيوريخ او في اي حته في سويسرا هم عندهم اماكن كتيره، خشوا وشوفوا المدرسه دي في سورسان، ماشي؟ شوفوا المدرسه دي عامله ازاي، اعملوا حاجه ليكم ولاولادكم، اعملوا كورس ما تبقاش محتاج حاجه من حد، اعملوا الكورس عشان تشتغل، عشان تبقى عيشتك كويسه. وزي ما فهمتكم اللغه هي عامل اساسي للسفر. اللي عاوز يسافر لازم يتعلم لغه. بالنسبه للموضوع اللي كلموني عليه ناس كتير بالنسبه للاوز بيلدنج، الفيديو المنتشر الاخير ده وكده، ان شاء الله هعمل لكم فيديو وافهمكم ايه هو الاوز بيلدنج في سويسرا، هل الكلام ده حقيقي ولا لا. وهعمل لكم فيديو تاني عن مرتبات الطلبه والطالبات في الوقت اللي هم بيتعلموا فيه الدبلوم بتاعهم،
إذا كانت مثلا واحدة بتتعلم هتطلع كوافير، إذا كانت سنتين أو ثلاثة، واحدة هتطلع تشتغل تبيع ملابس، واحدة هتطلع تشتغل في بنك، واحد هيطلع هيشتغل في الكهرباء، واحد في النجارة، واحد مش عارف في إيه، كل حاجة ليها مرتب. والكلام ده هنا على الإنترنت معروف، والشباب نفسه بيدور على الإنترنت بنفسه، وبتعمل لهم هنا كمان في معارض كبيرة بتتعمل مرة في السنة عشان الشباب والشابات الصغيرين يشوفوا المستقبل ويشوفوا هم عاوزين يبقوا إيه. تحياتي ليكم، وهسيب لكم الموقع واسم الشركة، هكتبه برضو على الفيديو وهحط لكم اللينك أسفل الفيديو. تحياتي ليكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.